شو يا شباب وين؟ وين انت؟ وين اللعب؟ وين اللعب؟ نحن متمركزين ولم لما عملت الباونتي انت يا عبقري زمانك رحت قتلت اربعة ثلاثة لحالي ثلاثة مع بعض. والله انك والله انك زلمة. تعال شو عملوا؟ راحوا على البحر. انسى تعال نط نط وخلنا نغير مكان نروح عند احمد. وين احمد؟ احمد وينك؟ احمد رن عليك. هاي هون تعال نطلع هاي في جمبر. لا وين كل وينكو يا طلق فل كل شيء فل. انا حطيت جمبر هون قريبة بس انا باجيك خلي يكون بدكم معي كل احمد معكش هيلينج معكش شيل يا حبيبي فرد بدك تموت. انا قاعد بموت. تعال عندي انا مكان انا عندي مكان خرافي اقسم بالله. في شلدات هون يا اخوان في كمان شلدات في ناس عندي. تعال عندي موسى مناصير. تعال عندي تعال عندي والله هذا مكان. تعال بدي اخترق الحيط اختراق كمان. ايوه تعال هيك يشيل تعال. طب ثلاث عندك شو فيه؟ خليك يشيل لي طلع شو معي سلاح طلع شو معي يسعد قلبه هاد طلع شو معنا. لا بلاك لو سمحت. لا والله لو سمحت شكرا لك. طلع شو معي. طب راح احط نطاطه هون للفليله. ها اوكي كسر الحيط الفوق. طلع شو معي بدك هذا؟ هات هذا انا بقدر اعطيك. انا ار بي جي هسه فقعت لك واحد بعد شرفه. فزنا جيم انا موسى قبليها. في حرب طاحنه برا. تعال خلينا نشوف بس نحضر بدناش نشوف بعد نطبخ بس نحضر. يلا طب نحن معزومين. تعال احنا فايزين ان شاء الله. الناس نحن معزومين اللي بده هي الحاله هون في نار. في 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 تشيس في هذا يكون في شيل. اوف هذا قريب من عندنا. انا اللي قنص لا في واحد رمي صواريخ هون. في ناس هناك في ناس هناك رمي صواريخ. هاي مهم ما طفى. هاي قتلته. في واحد تحت. اوه بي 30 دمج موسى. تعال عندي. نوك واحد ثاني نوك اجاك واحد. دي هاي قتلته. هذا مات. واحد اسمع بدي متكف ضروري بحط ربك. لا كم واحد ضل بس ثلاثة. سكواد قدامي. سكواد كامل قدامنا. أي الحقير يرمي شو اسمه ايش زبالة. قتلت حالي. قتلت حالي انا. في واحد ميت ضل عنده ضل ضدكم بس واحد اثنين. هي مهم واحد اثنين هيهم. اللي عليكم لا تموتوا. اوه شيت انا متك. انا معيش متكت. موسى بتفكرني والله واحد هي. والله صواريخ ارض جو كله. والله حرام انا اخسر. والله لو سمعنا انا معيش متكت. انا ما عندي شيء فينا شباب. خلينا نوزع حالنا. واحد يكون مع المسكت واحد يكون مع شلدات واحد يكون مع بواصير. يا زلمه انا حمار وانا فايز كنت. انت شو اللي ذبحك يا احمد قاعد شو تعمل؟ شو اسمه فكر. ما انا قاعد شو واحد طخ عليك صواريخ فقلت علي عدائي ضخيت صاروخ تحتي عني بقدر اقتله. والله العظيم بقدر اقتله اس ام جي. واحد طخ علي انا صواريخ جيت انت متت. والله في واحد جايكم من الجهه الثانيه مع هم ثلاثه. هم هذا اخر فريق. في واحد جنبي سبحان الله. انا فكرت كون تقدرون الثانيين يعني. ما شاء الله عليك جد انك انت حار. والله اسمع صراحه الصاروخ سلاح خرافي. بن لادن شو بيقرب لك؟ بس لو انه معه شو اسمه جرابلر. ما نصير بن لادن شو بيقرب لك؟ قلبي احمد اخوي طول عمره يعني بيمتاز بالايثار. بس ما شاء الله عليه. بس هي حلوه تاع الصاروخ لما فجر حاله يعني. هو صراحه ما شاء الله عليه يعني. والله اقول لك ده سيبها. اسمع ده سيبها والله عشان تحضرون شوفوا كيف انا.